يا دكتور، ايه هي الاسباب الحقيقيه وراء تنامي هذا العنف والتطرف وهذه الجماعات في القاره الافريقيه بالتحديد؟ يعني هل هناك اسباب تجمع هذه الدول تجعل من نشاط هذه الجماعات وتجعل هناك بيئه مناسبه لنشاط هذه الجماعات؟ ده شق من السؤال. الشق الثاني هاخده من كلام حضرتك عن الكلام عن المجتمع الدولي. لماذا يقف المجتمع الدولي مغلول الايدي في مجابهه هذه التنظيمات داخل القاره الافريقيه؟ دعينا نفكك التحليل. لا نستطيع القول بوجود عامل معين او عنصر احادي في تفسير الظاهره الارهابيه. بطبيعه الحال العلوم الاجتماعيه تعلمنا أنه لا يوجد تفسير أحادي للظاهرة الاجتماعية. وبالتالي إذا أعملنا التحليل الدقيق في كل منطقة من مناطق القارة الأفريقية، بل في كل دولة من دول القارة الأفريقية، تمدد الظاهرة الإرهابية وانتشار التنظيمات الإرهابية مرتبط بمتغيرات داخلية وإقليمية. على سبيل المثال، إذا أخذنا الصومال كنموذج من نماذج التنظيمات الإرهابية وتمدد حركة جماعة حركة الشباب الصومالية، بدرجة كبيرة مرتبط بمرحلة معينة من السياق التاريخي في الصومال عقب انهيار الدولة الصومالية في أوائل التسعينات. وهنا نستطيع القول أن وجود دولة فاشلة بالمعنى السياسي، لا تستطيع التحكم في مقاليد السياسة، لا تستطيع التحكم في مقاليد الأمور على أرض الواقع، هو مقدمة لوجود تنظيمات إرهابية. مرورا بتجربة المحاكم الإسلامية في الصومال، كانت الصومال في مرحلة كبيرة جدا ملاذ لمثل هذه التنظيمات. صحيح. ساعد بدرجة كبيرة غياب الدولة، غياب الدولة الصومالية لفترات ليست بالقليلة، مراحل الفوضى، بالضبط، الظروف الإجتماعية الغير مواتية، يضاف الفقر إلى ذلك. بالضبط، الفقر زي ما حضرتك تفضلتي، الفقر، الظروف الإجتماعية، يضاف إلى أن إقليم منطقة القرن الإفريقي كمان لها خاصية على المستوى البيئي والمناخي، حيث تعد من أكثر المناطق في إفريقيا تعرضا لقضايا الجوع والتصحر. صحيح. وبالتالي تجمعت مجموعة من العوامل، ليست سياسية فقط وليست أمنية، ولكن عوامل اجتماعية وعوامل بيئية. إذا عدنا على سبيل المثال لمنطقة غرب إفريقيا، المنطقة الأهم حاليا، منطقة الساحل والصحراء، نجد أن تكالبت مجموعة أيضا من العوامل والعناصر، ربما أهمها قضية الفساد، ودي ربما من أهم العوامل التي دفعت الظاهرة الإرهابية للانتشار بدرجة كبيرة، خاصة في النموذج مالي ونموذج بوركينا فاسو على سبيل المثال. وبالتالي هنا عنصر جديد يضاف إلى فشل الدولة في إدارة العملية السياسية وإدارة العملية الاقتصادية، دفعت بالتنظيمات الإرهابية بدرجة كبيرة. فكرة الرخاوة الأمنية والرخاوة السياسية، دولة رخوة بالمعنى أعتقد السياسي، أيضا الحروب الأهلية، بالضبط، وجدنا في مرحلة معينة الحروب الأهلية، ربما كل هذه الأمور تدفع، يعني الصومال عاشت مرحلة ليست بالقليلة في الحروب الأهلية أيضا. وبالتالي هنا إذا أعملنا التحليل في نموذج مالي، نموذج بوركينا، نجد قضية الفساد منتشرة بدرجة كبيرة. ربما نموذج النيجر هنا نموذج جديد يعطي لنا تصور مختلف. أنا في اعتقادي هنا غياب أدوات إقليمية وأدوات دولية لمواجهة الظاهرة، وبالتالي وجدنا المثلث الحدودي بين النيجر وبين بوركينا وبين مالي. لماذا هذا الغياب المناطق يا دكتور في المجتمع الدولي، أو لماذا لا يتواجد المجتمع الدولي بقوة لمجابهة هذه التنظيمات في أفريقيا؟ ده الشق الثاني اللي حضرتك أشرت لي. في اعتقادي القارة الإفريقية قارة مظلومة ومطمع أيضا، ومطمع يعني، وتجد دائما التحركات الدولية تجاه القارة الأفريقية مرتبطة بنموذج اقتصادي معين أو نموذج سياسي. ودعيني أطرح على حضرتك مثال حي وقوي جدا في القارة الأفريقية. حينما جاء انقلاب النيجر العام الماضي، وجدنا حالة من الاستنفار الدولي بالتحديد قبل فرنسا وقبل مجموعة الإكواس، حتى وصلنا مرحلة إلى أننا وجدنا تهديد بتدخل عسكري في النيجر. صحيح. الجانب الواضح في هذه الظاهرة أو في هذا التحرك الدولي كان بغرض واضح جدا جدا، القواعد العسكرية للناتو واليورانيوم الذي يمثل مصدر مهم لفرنسا. المفارقة هنا كانت في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي لاعتبارات أمنية بحتة بالتعامل مع النيجر، واعتبار وجود تواجد لقوات أفريكوم الأمريكية واستغلال أراضي النيجر للانطلاق سواء إلى ليبيا أو إلى الساحل أو إلى جنوب القارة، لم تقف الولايات المتحدة الأمريكية موقفا سلبيا ضد انقلاب النيجر. ومن هنا كان تحول كبير في الموقف الدولي. نقطة أخرى تضاف إلى ذلك أن المجتمع الدولي للأسف يتحرك للقارة الأفريقية حينما تمس
مقدراته هو شخصيا. صحيح. والدليل على ذلك فرنسا حينما تدخلت بشكل كبير في أفريقيا الوسطى، حينما تدخلت في مالي في مرحلة سابقة قبل ذلك، وأيضا حاليا فرنسا تعد بدرجة كبيرة لانتشار عسكري بديل لتواجد قوات برخان سواء في مالي أو بوركينا أو النيجر. حاليا تتحرك باتجاه منطقة ساحل العاج أو منطقة خليج غينيا. مثال أعتقد هو المثال الفج في النموذج الدولي تجاه الظاهرة الإرهابية في قارة أفريقيا ونموذج موزمبيق، نتيجة ارتباط إقليم كابو ديلجادو بثروات نفطية وارتباطي بمصالح شركات النفط العالمية الكبرى. صحيح. خاصة الفرنسية والأمريكية. هنا كان هناك نوع من الحشد الدولي سواء من قبل الاتحاد الأوروبي، سواء من قبل البرتغال، سواء من قبل فرنسا، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك لمواجهة تنظيم داعش داخل موزمبيق. إذن هنا يعني يجب أن نكون واقعيين، التحرك ليس من أجل إفريقيا ولكن من أجل المصالح الدولية.